السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آیات سکینہ سیکھیں گے۔ دل و دماغ کے سکون کے لیے ایک مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ یہ 6 قرآن مجید کی آیات ہیں سکون کے لیے، آپ دن میں ایک مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ اس ویڈیو میں اتنے ہی۔ اللہ حافظ۔